لما تكون انسان عادي وفجأة تلاقي نفسك ساحب قوة خارقة غريبة، ولما تحاول تبعد وتلاقي نفسك راجع للكتاب تاني برضه غريبة. والأغرب من كل ده اللي حصل لي، لما قريت كتاب شمس المعارف. وعشان تفهم الجزء ده لازم تتفرج على الجزء الأول، وهتلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. ولو عايز تعرف ايه اللي حصل معايا ما تطلعش بره الفيديو، ولو أول مرة تشوفني اعمل اشتراك. يلا بينا. الساعة 3:30 الفجر، اتخضيت بشوف مين، لقيتها خالتي. قالت لي هاني تعال لي دلوقتي. خير في ايه؟ هو حد حصل له حاجة؟ قالت لي ايوه، ابني أسامة دخلنا على أصواته ولقينا جسمه كله متشنج وكان مبرق. قلت له عن طريق كتاب العزيز لعبد الله الحضرة. قال لي ايه الكتاب ده؟ طب ما نجيب اللي عارفينه، نجيب شمس المعارف. وفضلنا الاوضه بتاعت اسامه ورسمنا نجمه سداسيه في الارض، وكان من شروط التحضير ان احنا نكون في حته ضلمه ونجيب شمع كتير، وده طبعا مع رايه طلاسم مش مفهومه ورسم نجمه في نص الاوضه. وانا واسامه سمعنا صوت غريب وقلت له ايه الصوت ده؟ قال لي مش عارف بس انا خايف. انت عايز ايه؟ قلت لك ليك طلب عندي وليا طلب عندك. ابعد عني، سيب الموبايل، سيب ايدي. لقيت مسجد، قلت بسرعة أخش أتوضى وأصلي، ولقيت رجلي تقلت قوي ما كنتش قادر أحركها، خفت وقلت اتشليت. وأول ما غيرت اتجاهي بعيد عن المسجد لقيت نفسي بتحرك عادي، وقلت خلاص كده قدر يتحكم فيا وما بقتش حر. هاني إحنا لازم نجيب الأقوى منه عشان يخلص عليه. قلت له يا ابني إحنا أي حد هنجيبه هيأذينا، ما بالك الأقوى منه. ولكن طلبات شمس المعارف اتغيرت طلبات العزيف، كان فراخ سودا للقربان ودم أرانب وطبق بلاستيك كبير لاستخدامات تانية وكمان أعشاب. وفعلا بدأنا التعزيم وراية الطلاسم. وقفت من بعيد أبص على جثة أسامة، وببص لقيت الراجل صاحب المطبعة واقف في الدفنة وكان بيبص عليا من بعيد وكان بيبتسم. انسى. قلت له انسى؟ انسى ازاي؟ دول هيموتوني. مش هنفيهم، أخدهم خدام عندي. مفيش غير طريقة واحدة هي الوحيدة اللي تخلينا بعيد عنك. قلت له طريقة واحدة هي ايه؟ قال لي انت لازم تتحد معايا. هتتحد معاك ليه اصلا؟ وانت هتعوز مني ايه؟ يعني انا اخش جوه جسمك واديك مزايا رهيبه تقدر تعمل بيها اللي انت عايزه. يا اسامه انت روح مش جن. طب جرب. وبسرعه افتكرت الدجال لما قال ان زليخ خد جسمه وطرد روحه بقت ملعون ومعرفش يرجع لجسمه تاني. وقلت له لا انا مش هعمل كده، وقلت اقرا القران هشوف هيحصل ايه. وفعلا قرات القران وقلت لساني مش متلجم، واسامه كمان اختفى. وقلت الحمد لله عرفت حله ايه. ولكن حاول يظهر كذا مره، ومع كل مره كنت بقرا فيها قران كان بيختفي. وقلت خلاص بقى انا هصلي واتوب، ابعد عن اي حاجه تخص السحر. وعدت ايام واسابيع وشهور وكتاب شمس المعارف لسه معايا، وكنت مخبيه تحت السرير لكن اصلا ما كنتش مهتم ولا حاطه في دماغي. لحد ما في يوم ابويا تعب قوي وكان داخل المستشفى وكان لازم يعمل عمليه في القلب، وكنت ساعتها زي المحتاس مش عارف اعمل ايه. وامي كانت المرافقه بتاعته في المستشفى وانا كنت قاعد في البيت لوحدي. ومن كتر التفكير ان انقذ ابويا لان حالته كانت حرجه فكرت في كتاب شمس المعارف، وقلت لازم حد يساعدني، لازم حد من الجن يساعد ابويا. وبسرعة وبدون تردد نزلت تحت السرير وجبت كتاب شمس المعارف، وقلت النهارده يوم جديد، يوم مش عادي. مسكت الكتاب وفتحت صفحة 59 ولقيت فيها طلاسم كتيرة قوي وكانت لازم تتقال بشكل معين. وقلت لا انا هخش تاني في قصص ليه؟ انا المرة اللي فاتت قتلت ابن خالتي، المرة دي هقتل مين؟ انا خايف اصلا، بس المرة دي الاقي حد يساعد ابويا ازاي ما اعرفش. وما كنتش عارف اخد قرار وفجأة رميته في الارض وقلت لا انا مش هعمل كده. ولقيت الكتاب اترفع في الهواء واتفتح وطلع منه نور، وانا ما كنتش عارف ايه اللي بيحصل، كنت خايف جدا وقلت ايه ده؟ انا ما قراتش حاجه منه، هو ايه اللي بيحصل؟ وحاولت اقرا القران لكن لساني كان متلجم، خفت ساعتها وقلت اكيد في حاجه بتحصل، وقلت هو حصل ايه تاني؟ مش عارف اقرا القران ليه؟ وقلت طالع من الكتاب جن لونه احمر. فتحت الصفحه دي ليه؟ اشمعنى فتحت صفحتي؟ اكيد ما قصدتش، انا اصلا ما قريتش حاجه وغيرت رايي. قول لي سبب واحد خلاك تفتح صفحتي. قلت له مفيش، انا فتحت الصفحه ورميت الكتاب. عينك قرات الطلاسم وده كفايه نحضر بسببه، كنت محتاج ايه؟ مفيش، بقول لك مفيش، انا والدي كان تعبان وكنت عايز اي حد يساعدني مش اكتر، لكن خلاص انا غيرت رايي وما قريتش حاجه. انا اسف انا غلطان، سيبني واتصرف بقى، انا غلطان اني مسكت الكتاب من تاني اصلا. هساعد والدك. هتساعده؟ وايه المقابل؟ بدون مقابل. مفيش جن بيعمل حاجه بدون مقابل، انا مش مرتاح. لا اكيد في مغرز هيطلع منه. جربني. سكت وقلت له ابويا هيعمل عمليه في القلب والدكتور قال امل ضعيف جدا، هتعرف تساعد ابويا ازاي؟ هتعرف تساعده؟ طبعا. ازاي بس؟ هتعمل ايه؟ هتعرف وقتها. وقلت له ماشي ماشي شكرا، وفتحت الباب وجريت على المستشفى. اول ما دخلت المستشفى لقيت مسؤول الاداره بينادي عليا، استاذ هاني استاذ هاني. وقلت له عمر
على فكرة والدك حظه كويس. وقلت له ازاي؟ مش فاهم. قال لي في دكتور ألماني جاي بعد يومين المستشفى، وده أكبر دكتور في العالم بيعمل عمليات في القلب، واختار والدك حالة من ضمن 3 حالات هو بنفسه هيعمل له العملية. وقلت له بجد الحمد لله شكرا قوي. قال لي بجد ما بتحصلش إلا كل 10 سنين مرة، والدك محظوظ. وأنا بجري على بابا فرحان افتكرت إن الجن هو السبب، وقلت لأ دي مشيئة ربنا. أيوة دي مشيئة ربنا، الجن ما يقدرش يعمل حاجة. ودخلت رعاية على والدي، حاولت أصحيه، بابا بابا اصحى يا بابا، كنت عايز أقول له الخبر. ولكن فتح عينيه ولقيت عينيه لونها كلها أسود. اتخضيت وقلت له بابا مالك في إيه؟ أنا ممكن أخلي الدكتور يغير رأيه، أنا السبب يا هاني، أنا السبب، أنا اللي خليت الدكتور يختار أبوك من ضمن 3 حالات. لو حد تاني عمل عملية لأبوك هيموت، لازم الدكتور ده. وقلت له طيب طيب، قلت اسكت عشان اعدي اليومين دول على خير، اهم حاجة ابويا، اهم حاجة صحة ابويا وخلاص. وقلت له انا عايز ابويا، انصرف بقى. حصل. ولقيت ابويا زي ما يكون كان نايم وفاق. قال لي هاني وحشتني يا ابني. وقلت له عامل ايه يا بابا؟ طمني عليك. قال لي الحمد لله، خلي بالك من امك يا هاني. قلت له ما تخافش انا في ظهرك، اهم حاجة تقوم لنا بالسلامة. قال لي يلا روح وخد والدتك معاك تريح. وقلت لامي يلا، قالت لي لا روح انت، انا مش هسيب ابوك لوحده. وبيني وبينكم كنت خايف اروح، قلت هنام ازاي والجن طالع لي في كل حته، وانا واثق انه بيعمل كده مش بدون مقابل، اكيد في حاجه عايزها مني، وكنت هموت واعرف عايز يطلب مني ايه. وفعلا روحت، اول ما دخلت البيت ما كدبتش خبر، لقيته قدامي. اتاخرت. انت هتظهر لي كل شويه وقلت لي اعمل لك خدمه بدون مقابل، صح؟ صح. عايز ايه بقى مني؟ كل شويه تظهر لي ليه؟ لغايه ما طلبك هيتنفذ هفضل جنبك. ايه الحكمه؟ هتعوز مني ايه تاني؟ انا مش عاوز منك اي حاجه. قلت له بقول لك ايه، انا مش عبيط، انا دخلت الحوارات دي قبل كده، وكان في حوار مع 2 جن قبلك، قول اللي عندك وخلصني. 2 جن؟ مين دول؟ وقلت له ما تشغلش بالك. عرفت خلاص، زليد وصارم. ما انت عارف كل حاجه اهو. العالم بتاعنا المعلومات فيه سهله. طيب يا عم سيبني انام وامشي، انا اصلا مش مرتاح وخايف. مش همشي. قلت له يعني ايه؟ هتفضل معايا وشايفك لحد امتى؟ لحد ما والدك يخلص العمليه. وانا مش حابب، وخلاص بقى عشان بدات اتضايق، ولقيت نفسي مخنوق مش طايق نفسي. هتعمل ايه لو ما مشيتش؟ وزي ما يكون بيستعرض قوته عليا. قلت له ما خلاص بقى، ولقيت نفسي طلعت من ايدي دوريه ذهبي وخد مني الضربه ورجع لورا، وكل ده والارض كانت بتتهز. انت عملت ايه؟ انت ازاي قدرت تعمل فيا كده؟ قلت له بقول لك امشي، انا هاذيك، افهم بقول لك. مين اداك القوه دي؟ زليد. استغرب جدا وقال لي بس اصلا صعب اي مارد يدي قوه لحد زي دي. روح اساله. مش ممكن اي جن او مارد يعمل كده الا الا. قلت له الا ايه؟ انا محتاج اقابل زليد. خلاص زليد ملوش علاقه بيا، وقصته انتهت معايا. ولقيت امي اتصلت بيا. ايه يا امي مالك، بابا كويس؟ قالت لي انت اللي كويس، انت اللي كويس يا هاني. وقلت لها اه الحمد لله. قالت لي متاكد؟ ايوه متاكد. هو في ايه هاني؟ انا عايز ابقى اتكلم معاك. خير يا ماما، في ايه؟ قالت لي بكره لما تيجي لابوك المستشفى هروح معاك ونتكلم. وقلت لها ما تخوفنيش، ابويا ماله، ابوك كويس وميت فل، بس لازم بكره نتكلم مع بعضينا. وقلت لها طيب. وتاني يوم رحت المستشفى عشان ازور والدي، بس كان بيبص لي قوي وكان متنح. وقلت له مالك يا حاج، بتبص لي كده ليه؟ قال لي هتوحشني هاني. وقلت له بابا ملوش لازم الكلام ده، ما تضايقنيش. قال لي لا يا ابني والله ما عشان التعب. وقلت له امال عشان ايه؟ قال هتعرف كل حاجه في وقتها، انت كبرت خلاص وانا الاوان. قلت له اوان؟ اوان ايه؟ هو في ايه يا بابا؟ امي قالت لي يلا يا هاني بعدين، بعدين نتكلم، سيب ابوك يستريح. وفعلا مشيت انا وامي، واول ما دخلنا البيت لقيت امي بصالي وبتقول لي هاني انا عارفه كل حاجه. وقلت لها عارفه كل حاجه؟ عارفه كل حاجه عن ايه؟ قالت لي كل حاجه عنك. وقلت لها انا اصلا مش مخبي حاجه. اخبي ايه يعني؟ قالت لي عارفه انك قتلت ابن خالتك، وعارفه ان ليك قوه مش طبيعيه. وقلت لها انا؟ لا طبعا الكلام ده غلط، انا ما قتلتش حد. قالت لي وايه اخبار عمك زليد؟ قلت لها عمي زليد؟ انت عرفت الاسم ده منين؟ وعمي ازاي؟ قالت لي هاني انا عارفه انك كبرت وهتستوعب كلامي. قلت لها كلام؟ كلام ايه؟ هو في ايه؟ قالت لي زليد، زليد ده عمك. قلت لها انت بتقولي ايه؟ انا مش فاهم حاجه. قالت لي والدك من الجن وامك انسيه. قلت لها والدي مين وامي مين؟ انت امي وانسيه وابويا في المستشفى وانسي. قالت لي ولا ده ابوك ولا انا امك. قلت لها انت بتقولي ايه؟ انت كبرتي وخرفتي ولا ايه؟ قالت لي هاني احترم نفسك، انا مقدره حجم الصدمه، بس لازم يكون في حدود في الكلام. قلت لها بتقولي ولا انت امي ولا في المستشفى ابويا، مستنيه مني ايه؟ قالت لي هي دي الحقيقه، ابوك من الجن وامك كانت ساحره. قالت لي انا وجوزي كنا ماشيين في الزراعه جنب بيتها وسمعنا صوت طفل، وكان صوتك، وانا وجوزي ما بنخلفش، شلناك من على الارض وسالنا الناس مين انت، والناس ردت عليا وقالت
ده ابن الساحرة، ما تقربيش منه هيأذيكي. وانا قلت لهم ده طفل لا حول لي ولا قوة، وخدتك معايا، وكل الناس كانوا خايفين يقربوا منك لان والدتك كانت ساحرة وبتعمل اعمال. امك في الوقت ده كانت اختفت، وجوزي قال لي هناخدك نربيك، انت طفل مالكش دعوه بافعال امك. وفي يوم من الايام امك جت زارتنا، لكن مش في الحقيقه، في الحلم، وقالت لي لازم احافظ عليك عشان ما تاذيش منها، وانك في سن ال21 هتكون حر، هتكون حر باحداث خطيره جدا هتحصل. ويومها صحيت من النوم وحكيت لجوزي وقال لي حلمت نفس الحلم اللي انت حلمتيه، ومن غير حلم او كلامها انا كده كده كنت احافظ عليك لاني بحبك زي ابني، بحبك انا وجوزي. وقلت لها اكيد كلامك غلط، اكيد مش صح. قالت لي زليد اللي ظهر لك ده اخ ابوك، عمك، ابوك مالك جاني هاني، واللي خلاني اقول لك كل حاجه وانا مغفله في المستشفى حلمت بامك. قالت لي اقول لك على كل حاجه، وبتقول لك المميزات اللي عندك دي زليد ما ادهلكش، هي كانت عندك اصلا لانك نصك بشر ونصك جن، وعشان انت قريت في كتب السحر فكت معاك القوه الخفيه قبل ميعادها، وده اللي خلى يظهر عليك القوه دي. انت لسه عندك 20 سنه، كان فاضل لك سنه واحده وكل حاجه تتفك لوحديها، لكن كتب السحر والطلاسم فكت عقده القوه بتاعتك. قلت لها انت مش امي ولا ابويا، ابويا لا، في حاجه غلط، انت مين مسلطك عليا؟ قولي لي انا ابنك ما سبتش عليك وانت بتقولي لي كده. وفضلت اعيط. امي انهارت من العياط وقالت لي، قالت لي والله دي الحقيقه وانت في مقام ابني، انهارت من العياط ونزلت على الشارع جري. وانا في حيره وتوهان من اللي اتقال لي، وقعدت على الكرسي، قعدت على كرسي دايخ. عمي زليد ازاي؟ هو ايه اللي بيحصل ده؟ ازاي نص جن ونص بشر؟ وزليد فعلا لو كان عمي كان طلب مني خدمه ليه مقابل مساعده؟ وفجاه لقيت نور الشقه اتطفى. قلت مين؟ مين اللي جه؟ مين اللي حضر؟ انا ابوك. انا ما كنتش حابب ان اظهر او انك تعرف الحقيقه، انما قرايتك لكتب السحر عرف فيها حاجات انت مش هتفهمها. وقلت له ابعد عني، انت مين؟ انا ابوك. وقلت له لا، انا ابويا في المستشفى. انت لسه مش مصدق الست اللي ربيتك؟ خلي بالك انت عندك قوه مفيش انسي عنده زيها. تفتكر ابوك اللي في المستشفى هو اللي اديها لك؟ لا، مش انت اللي اديتها لي. وحتى لو، انت جيت دلوقتي ليه؟ ظهرت وعايز مني ايه؟ ابعد عني، ابعد عني كلكم. انا عرفت باللي عامله معاك زليد وصبرك، وهم دلوقتي ممنوعين من زياره الارض الا لما اعفو عنهم او حد يستدعيهم بطقوس تانيه. انا زهقت وتعبت نفسيا من اللي بشوفه، ابعدوا عني، عايزين مني ايه؟ مش هضغط عليك، بعدين هجيلك. وفعلا اختفى. وقلت ايه اللي بيحصل لي ده؟ اكيد انا بحلم، اكيد ده حلم، اكيد ده مش حقيقه. امي مش امي ولا ابويا ابويا ونص جن ونص بشر. لا، اكيد في حاجه غلط بتحصل، اكيد في حاجه غلط بتحصل. ونمت، نمت من الصداع، وحلمت بواحده ظهرت لي وقالت لي هاني كل حاجه انكشفت، ما كنتش لازم تقرا في كتاب شمس المعارف. وقلت لها انت مين اصلا؟ قالت لي انا امك. لا مش امي، لو انت امي صح ما كنتيش سبتيني الفتره دي كلها من غير حنانك. قالت لي انا ما عنديش حنيه، انا ما اعرفش غير الشر، عشان كده بعدت عنك. وقلت لها مش فاهم انت بتقولي ايه؟ قالت لي من النهارده هتشوف كل حاجه على حقيقتها. قلت لها ازاي؟ وصحيت من النوم لقيت نفسي في طريق كله دم، ما كانش فيه نور، كان اللون الاحمر هو اللي سايد في المكان كله. وقلت ايه ده؟ هو انا فين؟ انا مش في البيت، المكان ده فين؟ انت في بيت ابوك، في بيتك. لا، ده مش بيت ابويا. انا ملك الجن، انا ميمون ابنوخ. هو ده اسمك؟ ايوه، بس ده المعروف عنه انه مالك من ملوك السبع الاقوياء في عالم الجن كله. بالظبط كده. وانت ابني؟ بقول لك ايه، انا مش ابن حد، الفكره دي مش داخله دماغي، والمكان ده كله احمر ليه كده؟ ده الضوء بتاعنا. انت شفت انسي قبل كده عينه بيضت؟ لا ما شفتش. جسمه طلع نار وما اتحرقش؟ لا. ومش هتلاقي، لانك ابني، ابن ملك الجن. وهنا بدات استوعب وقلت ايه ده، ابويا ملك جن وامي؟ ما تتكلمش في اي حاجه تخصها على الاقل دلوقتي. طب انا فين؟ انت في مملكتك، مملكه ميمون ابنوخ. تعالى تعالى. وفعلا رحت معاه، وكان لابس عبايه كبيره قوي كانت بتتجر على الارض، وكان لونها احمر، وكان متكبر قوي، ووشه كان قوي وحاد، كان باين عليه انه ملك فعلا. وطلعت من طريق طويل مشيت انا وهو فيه لبلد جميله قوي، لكن ناسها كان شكلهم مرعب قوي. خفت واترعشت. زعق فيا الملك وقال لي هاني ابن ملك الجن، ما يخافش، هم اللي خافوا منه. بصيت له وتنحت الكلام. سمعت؟ ما ردتش عليه من ذهولي للموقف. والجان اول ما شافته سجدت ليه، وقلت لا اكيد انا بحلم، ايه اللي بيحصل ده؟ اكيد كل ده مش حقيقي، انت طلعت ملك جن فعلا. ضحك وقال لي طبعا، وكل الجن ده بيخاف مني وتحت امري، انا من الناريون ودول من اقوى فصائل الجن. بس انا مش حابب اعيش هنا. ارادتك ما اقدرش احكم عليها، بس انت هنا ملك، ملك ابن ملك في الارض، في الارض انت انسي وبس. قلت له موافق، بس انا مش مؤهل ان اعيش هنا دلوقتي، طلعني طلعني الارض. لقيت عيني غمضت واصحابي بيصحوني، احمد حجاج واشرف شاهين.
وقلت لهم ايه ده؟ ايه اللي جابكم هنا؟ قالوا لي مامتك كلمتنا. ببص حواليا لقيت نفسي في الشقه. كلمتكم قالت لكم ايه؟ انطق. امك ما قالتش حاجه، قالت انك تعبان ونروح نقعد معاك شويه. انا ما حدش يقول لي امك تاني، سامعين؟ احمد قال لي انت اتجننت ولا ايه؟ هو انت زعلان معاها؟ قلت لهم معلش انا بس تعبان شويه. اشرف قال لي مالك يا هاني في ايه؟ قلت لهم معلش روحوا دلوقتي وبعدين نتكلم. احمد قال لي مش هنسيبك يا هاني في الحاله دي. مالك يا هاني؟ ما تقول لنا في ايه؟ قلت له معلش روحوا دلوقتي ولما اعوزكم هكلمكم. وفعلا مشوا. اول حاجه جت في بالي العظمه، ازاي اكون نص بشر ونص جن وابويا مالك جان وما استفادش باللي انا فيه، وقلت لازم استفاد بالقوه اللي عندي، بس الاول بالانتقام. بس كل حاجه بوقتها. ودخلت نمت وصحيت على صوت امي، قصدي اللي ربتني، قالت لي هاني هاني انت صاحي؟ قلت لها قولي. قالت لي اعمل لك اكل؟ قلت لها يا ريت وبسرعه. ودخلت عليها المطبخ، بصت في عيني وكانت خايفه، قالت لي الاكل يخلص حالا، وكانت بتبص لي بحذر وانا عينيا ما كانتش بتفرق عينيها، كنت ببرق لها. قالت لي هاني هاني. قلت لها مالك؟ قالت لي وشك وشك. ماله وشي؟ ماله؟ قالت لي عليا عنكبوت كبير. وايه المشكله؟ قالت لي هاني اوعى تاذيني انا امك. قلت لها كنت امي. وبصيت لي السكينه، قالت لي لا يا هاني لا يا هاني ما تاذينيش. وبصيت لي السكينه واترشقت في قلبها ووقعت على الارض وهي بتنزف، وكانت بتبص لي كانت بتبص لي وبتعيط. وسبتها ونزلت، رحت المستشفى، رحت لجوزها ودخلت له عينيا. قال لي هاني وحشتني قوي يا ابني. قلت له وانت اكتر اكتر بكتير. وجوزها اتخض مني قوي، انت مالك بقى كلك شر ليه كده؟ وفي لحظه عينيا قلبت تاني. ابن مالك جام بقى متوقع ايه؟ وبعدين ده نصيب، اي حد يضحك عليا او يشتغلني. واحنا يا ابني اشتغلناك في ايه؟ انت خبيته عليا الحقيقه كل الفتره دي. ايوه يا هاني، لان انا اعتبرناك ابننا حته مننا. وهنا عينيا رجعت تاني زي ما يكون كلامه فوقني وقال لي عملت ايه في امك؟ رد يا هاني رد عليا. عينيا قلبت تاني، انت نصيبك الموت زي مراتك. هاني هاني لا يا ابني ما تعمليش حاجه انا ابوك. بصيت على رقبته وبدا يتخني ووشه ازرق، ما كانش عارف يتنفس. وفجاه صوت الجهاز بتاع القلب وقف ومات. ونزلت روحت وانا ضميري مرتاح، زي ما يكون الشر بقى غاية عندي، بقى بيتي. واتصلت باصحابي اللي جم عندي، تعالوا انا عايزكم في موضوع. وقفلت ستاره المطبخ على الست اللي ربيتها ودخلتهم الاوضه. قلت لهم بقول لكم ايه؟ احمد قال لي خير يا هاني، من شويه مشيتنا ودلوقتي عايزنا. في ايه؟ قلت لهم في خير، مين يحب يحضر جن معايا؟ الاثنين اتخضوا. واحمد قال لي مش هتخاف؟ هتعمل كده ازاي يا هاني؟ قلت لهم مش شغلك ازاي؟ بس مش هخاف. اشرف قال لا انا بخاف واصلا مش عايز اجرب حاجه زي كده. قلت له ما تخافش يا اشرف كلنا مع بعضينا. قال لي حرام عليك يا هاني. قلت له يا عم ده في سبيل الهزار، انت خسران ايه؟ قال لي هخسر ديني مش هعمل كده. واحمد قال له يابا نجرب نشوف هيحصل ايه. اشرف قال لا انا همشي. قلت له بشوقك. وفعلا نزل وفضل معايا احمد. قلت له مستعد؟ يلا بينا نبدا. قال لي يلا، بس هتعملها ازاي دي؟ قلت له بظبط كل حاجه مالكش فيه. قال لي ازاي ماليش فيه؟ هنحضر ازاي؟ قلت له بكتاب العزيف. قعد يضحك جامد وقال لي يا فاتك هجيبه منين؟ قلت له موجود موجود عندي. قال لي ازاي وموجود فين؟ قلت له هنا هنا معايا في الاوضه. قال لي ما تهزرش، اسمع عنه كلام كتير لكن عمري ما توقعت ان اوصل له او احضر منه. قلت له عيب عليك صاحبك مالك. وقلت له الكتاب اهو افتح بقى الصفحه 17. قال لي اشمعنى ومتاكد منين ان الكتاب ده حقيقي؟ قلت له نعتبره حقيقي نجرب مش هنخسر حاجه. قال لي لا يا حبيبي هتقرا معايا. قلت له لا انا هحضر الحاجه وانت اقرا التلاصق. قال لي كمان في حاجه هتحضرها؟ قلت له كله موجود ما تقلقش. وفعلا حضرت الحاجه وهو بدا يقرا في التلاصق. والدنيا بقى فيها هوا كتير وبسرعه رمى الكتاب في الارض من خوفه. وقلت له انت بتعمل ايه؟ لازم تكمل ما ينفعش تقف. قال لي لا لا انا عايز اروح. اخد روحك لو ما كملتش. حاول يجري يفتح الباب عشان يهرب لكن الباب كان مقفول. هاني هاني انت عامل كده ليه؟ يلا يا غبي بسرعه واخلص. وفعلا من خوفه كمل القراءه في الصفحه. وهنا سمعت صوت زليد. انت تاني يا هاني؟ انت مش ناوي تبعد عني؟ لا يا عمي. ايه؟ انت عرفت منين؟ من ابويا ميمون ابانوخ. وصاحب احمد وقع على الارض وكان بيزحف ناحيه الباب وكان بيحاول يفتحه لكن طبعا ما عرفش. من خوفه كان بيفتح بضوافره. محضرني ليه؟ عايز مني ايه؟ عايز انتقم منك. انت الغرور والتكبر ركبك ونسيت انا مين؟ لا انت من شكلك نسيت انا مين؟ هاني انا ابن ميمون ابانوخ. وضربته على الهواء بايدي نزل سبع ارض. وصاحب احمد بقى يصوت ويقول الحقوني الحقوني. بصيت له ما كانش عارف يتكلم وناديت على ابويا ميمون ميمون ابانوخ ملك الجام. وفعلا والدي حضر. واحمد اول ما شافه اغمى عليه. قلت له زليد يتنفي وما يطلعش تاني على الارض. ماشي كلامك من غير ما اعرف فيه ايه؟ قلت له استهزأ بيا وانا ابن ملك الجان.
التكبر والغرور من صفاتي. انا مبسوط منك قوي يا هاني. اشمعنى؟ لان دي كلها من صفات الجن، من صفاتي، والجن شكله غالب على انسى. ضحكت وقلت له زليب ما يطلعش يا ملك. اعتبر كلامك حق عليا. هتعمل ايه في صاحبك؟ قلت له هيبقى اخرس لاخر عمر، وانا حكمت عليه كده وهديك قوه جديده حالا. قلت له تمام واختفى. قلت احمد صاحبي مش عارف يتكلم خالص. قلت له لو عرفت انك عرفت اي حد باللي حصل انت ما هيكون من اهلك مش منك. هكسر قلبك، هموت اقرب الناس ليك. سمعت يا احمد؟ احمد بقى عيط وفتح الباب وجري، وهنا قعدت وانا مبسوط وكل عزمه وتكبر. انا ابن ملك الجان، وفكرت ازاي اطور القوه اللي عندي دي واسيطر بيها على الناس. وفعلا اول حاجه فكرت اني اعملها اني اغير شكلي. غمضت عيني وفكرت اني اكون شبه احمد، وببص في المرايه لقيت نفسي احمد فعلا. اتخضيت لكن اتبسطت، وبقيت ابص في المرايه على ملامحي احمد. انا كلي احمد. هو ترجع تاني ولقيت نفسي هاني فعلا. قدرت ارجع وقلت انا بدا الشغل. حولت نفسي لاحمد ورحت لاشرف. قال لي احمد انا زعلان منك، مش حابب اتكلم معاك اصلا، ولا انت ولا هاني. قلت له يا عم هاني ده طلع اهبل، والكتاب اللي كان جايبه كان اي كلام، ما كانش حقيقي. اشرف قال لي ازاي؟ قلت له قرينا من الكتاب ما حصلش حاجه، طلع اي كلام يا عم. اشرف قعد يضحك وقال لي يا عم قلت لك من الاول. قلت له جايب كتاب عبيط ويقول لك ده العزيف، وكمان عنده كتاب شمس المعارف. قال لي مره واحده شمس المعارف مره واحده؟ قلت له اه بس انا طلعت واعي. قال لي ازاي؟ قلت له انا خدت الكتاب من ورا هاني. قال لي ليه؟ عملت كده ليه؟ قلت له فضول مش اكتر. قال لي لا طبعا مش هنقرا فيه. قلت له لا طبعا مش هنقرا حاجه، انا بس الفضول اخدني. تفتكر اللي بيطلب حاجه بتتحقق فعلا؟ اشرف قال لي يا هاني ده كفر مالناش دعوه بيه. وقلت له يا عم بس انا بسالك مدى قوه الجن ايه؟ اشرف قال لي يعملوا اي حاجه مش ماديه، ما يدكش فلوس لكن يقدر يسحر عينيك، ويقدر كمان يعمل حاجات خارقه. وقلت له بتهزر؟ حاجات خارقه؟ قال لي ايوه انا اسمع كده. قلت له يا سلام، الواحد بس لو يجرب. بس خلاص بقى مش هقدر اعمل كل حاجه لوحدي. بص لي وقال لي لا مش هينفع مش هينفع. قلت له يا عم ما حصلش حاجه لما قرينا فيه انا وهاني. وقلت له يا عم نبقى نتوب، ربنا غفور رحيم. سكت وقال لي طب هات نجرب، وقفل باب الاوضه علينا وخد الكتاب وقرا من صفحه 77 وقال لي بس مكتوب لازم نجيب قربان. قلت له مش هنجيب حاجه، هنقرا كده وخلاص. اشرف قال لي ما تقولش لهاني عملنا حاجه زي كده. وقلت له لا طبعا انت عبيط. وفعلا قرا الصفحه، وفجاه سمعنا صوت بس ما شفناش حاجه. انا جن المظالم. لقيت اشرف خاف جدا وحاول يقرا القران لكن ما عرفش، وكل ما يحاول يقول لسانه كان بيتلجم. قال لي احمد هو في ايه؟ احمد مش عارف اتكلم. قلت له هيكون في ايه؟ جن حاضر. قال لي انت بريت كده ليه؟ وجري على الباب عشان يفتحه وما عرفش، قعد يخبط ما فيش حد سمعه. وقال ازاي ما حد سمعني بره؟ ضحكت ورجعت لشكلي لهاني. قلت له عشان انت مغفل، انا هاني مش احمد. واشرف اغمى عليه فورا. قلت الجن بيقول لي انت مين؟ انا ابن ميمون. ميمون ابو نوخ. قلت له ايوه. سيدك زاع بعد خبسك لزليت سبع ارض. قلت له يحصل ليك انت كمان لو ما بقتش تحت امري. سمعا وطاعا ابن الملك. قلت له ابن الملك مالك؟ تقول لي يا ملك. تمام ابن الملك. قلت له انا عايزك تساعدني. تحت تصرفك. انا محتاج اعمل امبراطوريه ليا. انت كده عندك امبراطوريه في مملكه والدك. قلت له لا انا عايز اعمل امبراطوريه هنا على الارض. انت اسمك ايه؟ قايتم. خدامك قايتم. قلت له انت من النهارده ايد اليمين، وهحتاجك معايا عشان نبني الامبراطوريه بتاعتي. سمعا وطاعا ليك. واعمل حسابك هتلازمني في كل حته. حصل. وفوقت اشرف. قلت له اشرف لو حد عرف حاجه نهايتك الموت. وتحولت لشكل احمد ونزلت من شقه اشرف، وعلى السلم رجعت لشكل ثاني. رجعت لهاني وروحت البيت. وقلت له قايتم شيل جثه الست اللي في المطبخ وارميها في التراب. حصل. وبعد دقيقه دخلت اشوفها في المطبخ ما لقيتهاش موجوده، وطبعا الجن بيمتاز بالسرعه. ورجعت اوضتي وندبت الملك وقلت له يا ملك انا محتاج اشوف امي. بص لي وقال لي امك منفيه. قلت له عارف ونفسي اشوفها. ده قرارك. قلت له ايوه. تعالى معايا. وفعلا نزلت لسبع ارض ورحت المنفى. كان مكان غريب وكبير قوي. ولقيت امي كانت حزينه وبتعيط. اول ما شفتني جريت عليا وبايدي وقفتها. قالت لي ليه يا هاني ليه؟ قلت لها افهم الاول عملت كده ليه مع ملك الجان. قالت لي السحر اللي بعمله خلاني اشوف ابوك جن عاشق وما كنتش قادر ابعد عنه. قلت لها اللي عملتيه ده هد حياتي. قالت لي سامحني. قلت لها فيه بايه دلوقتي؟ انا عمري ما هسامحك على بعدك عني وعلى انا فيه دلوقتي، لانك السبب فيه. مش عاجبك اللي انت فيه؟ قلت له لا ما يعجبش اي حد. مين يقبل يبقى نص جن ونص انس؟ انت عندك حاجات مش عند بشر كتير خالص. وقلت له خدها مش عايزها. الشر مع قلبك. لا الشر جالي منكم. عشان كده قتلت اللي ربوك بقالهم 20 سنه. تنحت وسكت. وقلت امي قالت لا يا هاني عملت كده ليه؟ عشان الشر اتملك مني
وبقتش عارف بعمل كده ليه. دمي كله بقى شر، نفسي اعذب، نفسي اقتل، وانت السبب. هاني، اعمل اللي انت عايز تعمله، انا هحميك وهكون في ظهرك. اذي، اقتل، عذب، هكون ليك سند، هكون ليك سند في الشر. انا مش مبسوط باللي انا فيه، ولو هعمل حاجه زي كده انت اول واحد هيكون له نصيب، نصيب من شري. هاني، قصته هز الدنيا وهز الارض اللي كنت واقف عليها، وقلت امي امي، قالت له ابعد عنه واياك تاذيه. ابني بيتمنى لي الموت. وقلت له انا مش ابن حد، انا كرهت حياتي بسببكم، هديت كل حاجه، كان نفسي اكون انسان طبيعي. لقيت الملك مشي، امي سابتني ومشيت، وكل واحد راح في اتجاهه، وفضلت لوحدي. وقلت خلاص انا ضعت، انا هكون الشر على الارض وبمساعده اهلي، اهل الجن. وفعلا طلعت الارض، وهنا جبت كتاب شمس المعارف، بقيت اقرا فيه بنفسي. وكان اي جن بيظهر كان بيطلب قربان، واول ما كان يعرف ان انا ابن ميمون ابنوخ كان بيبقى تحت طوعي. وقلت الهدف بتاعي دلوقتي ان اجمع عدد كبير من الجن لاني احتاجهم في الخطه بتاعتي، لحد ما ظهر جنيه من الكتاب. وقلت لها انا ابن ميمون ابنوخ، انت هتكوني تحت طوعي. لا مش هيحصل، انا ما بكونش تحت طوع حد. اضطربت جدا وعيني اسودت، ناديت على والدي وجه الملك. مالك في ايه؟ وقلت له الجنيه دي مش راضي يكون تحت طوعي. انت عايز تحت طوعك ليه؟ وعايز نساعدك ازاي وانت عايزني ميت؟ سكت وقلقت في الكلام، وقلت له كنت عايز اكون امبراطوريه على الارض. ليه؟ ما انت عندك امبراطوريه كبيره تحت في مملكتي، ليه عايز تعمل امبراطوريه في الارض؟ وقلت له مفيش يا ملك. اوعى تعمل حاجه ترجع تندم عليها. يا ملك انا عايزك تنفي الجنيه. حصل. واختفت الجنيه. قلت له بنت مين دي؟ بنت جن ناري. وهي ليه رفضت تكون تحت طوعي؟ لانهم اصل الجن وشايفين انهم الصفوه، ولو بقوا تحت طوع حد هتبقى انا ليهم. قلت له تمام. استعمل امبراطوريه على الارض ليه باستخدام الجن؟ ناوي على ايه هاني؟ مفيش بقى يا ملك. ومشي. وهنا قلت اكمل الخطه بتاعتي، وامرت كل جن طلع من كتاب شمس المعارف انه يتجوز من البشر، وكلهم وافقوا. وكنت عايز ابقى ملك لبشر نزلتي، ولكن انا هكون مميز عنهم لان ابويا ملك جان، انا ابن ميمون ابنوخ ملك ملوك الجن. وفعلا ال 200 جن اللي حضرتهم من كتاب شمس المعارف اتحركوا، وفعلا في خلال شهر قدروا يوصلوا للناس ايمانهم ضعيف ويعملوا اللي قلت لهم عليه. وفضلت ادور على اطفال زهريين عشان يكونوا تحت طوعي واقدر اتحكم في كل الصحراء. وهنا صيتي ذاع، بقوا دجالين وصحراء وشياطين سامعين بيا، ونزلت مملكه والدي، وهناك بقيت اجمع جن ومرضى جمع مارد عشان يكونوا تحت طوعي، وابني امبراطوريه ضخمه. وعدت سنين كتير وبخلي يحصل تزاوج ما بينهم وما بين البشر، لحد ما بقى عندي جيش قوي من الزهريين والدجالين والجن والمرضى، ده غير البشر اللي نصهم جن ونصهم انسان. وفي يوم ناديت على والدي ميمون ابنوخ. جمع كل المخلوقات دي ليه؟ هتحارب؟ قررت اخد مملكتك يا ملك. مملكتي انا؟ مملكتي هي مملكتك. قلت له لا انا شايفك غريب، الكل استعد للمعركه. اتجنن وقال لي هاني انت عايز تحاربني انا؟ قلت له ايوه، واخد مملكتك وهموتك. انا عارف انك بقيت شر، بس مش كده، مش عليا. قلت له عليك وعلى اي حد جه عليا في يوم من الايام. وهنا حصل هجوم عليه، وكانت الضربه منه بتوقع الف من الشياطين، ولكن انهك من كتر الحرب تعب. وفي نفس الوقت قريت طلسم عكسي، طلسم بياني، ولقيته بيتالم جامد مع القرايه لحد ما وقع على الارض. قمت عليه بقيت اضرب فيه، وكنت بضرب بكل قوتي، وكان بيحاول يقوم تاني ما قدرش لحد ما اتبخر ومات. وبقيت انا ملك مملكه والدي واقوى انس على الارض، والجن اللي معايا كله كان مبسوط، كان بيصوت من الفرحه. وقلت انزل مملكتي لوحدي بدون جيش، انا بقيت الملك، انا الامر الناهي في المملكه. وخدت معايا كتاب شمس المعارف لان هو اللي خلاني اوصل لكل ده. اول ما نزلت المملكه لقيت في جن كتير حوطوني. قلت لهم انتوا مين؟ انا الملك. هي حلقه خلاص وهتروح محكمه الجن. قلت لهم ازاي؟ انا الملك، انا الملك. الملك عايش. وقلت لهم ازاي؟ الملك مات على الارض. وفجاه لقيت ميمون ابنوخ ظهر. تفتكر ما كنتش عارف باللي هتدمره بقالك كام سنه؟ اللي شفته ما كانش انا، واللي مات ما كانش انا، كان جن متشبه بيا. انت نهايتك تكون في السجن، هتكون مع الجنفه مع امك. وقلت له لا انا الملك، انا الملك. وجالي هستيريا لان كل التعب اللي تعبته في السنين اللي فاتت راح على الفاضي. وخدوني وودوني المحكمه، وهناك كان قاضي القضاه شمهروش وامر ان كتاب شمس المعارف يتحرق، وانا اتنفي مع امي. وفعلا خدوني الحراس وودوني المنفى. لما وصلت لقيت امي، قلت لها انت السبب في اللي انا فيه دلوقتي، وقربت عليها وبقيت اخنق فيها. قالت لي انت اتجننت، سيبني انا امك، انا امك. قلت لها ولا كلمه، وفضلت اخنق فيها لحد ما ماتت. وهنا حضر الملك فورا. قتلت امك؟ وقلت له لو طلتك انت كمان هموتك. ظهر الشر فعلا بقى فيك. لقيت النادى على الحراس وودوني سجن قارع، وده اقوى سجن في المملكه، وحراس السجن ما كانوش بيحبوني لان نص جن ونص بشر، ومعتبرين نفسهم من الصفوه لانهم جن بس.
وفي سجن القارع كان فيه مساجين كتير، كل المساجين كانوا من الجن. كان سجن غريب قوي، الارض كان كلها دم، والسور بتاعه كان عالي، كان عالي قوي، وكنت شايف نهايته. وبص لقيت مساجين، مساجين كتير قوي، وكلهم كان شكلهم غريب، كان شكلهم غريب ومرعب، كانوا اشداء واقوياء، ولكن انا ما بينتش خوفي ليهم. انا بملك الجان، حتى لو كنت مسجون العظمه والتكبر من شمتي. ولقيت جن بيقرب مني، جن شكله وحش قوي وكان ضخم. انا عرفت انك قتلت امك وهاجمت ابوك، الشر فيك مكيال بمكيالين، انت غريب، والاغرب انك انسي قدامي وكمان مسجون معانا. وقلت له انت مين؟ قال لي انا قزول. وقلت له انت عايز ايه؟ قال لي عايز اساعدك في مقابل انك تساعدنا. وقلت له هتعملها ازاي دي؟ خلاص انا اتسجنت. قال لي احنا كتير قوي، لو ساعدتنا هنساعدك. وقلت له احنا مين انتوا؟ قال لي كل جن في السجن هيساعدك. وببص لقيت الجن اللي في السجن كله باصص لي. وقلت له هتساعدوني ازاي؟ قال لي احنا ممكن نطلعك من هنا من السجن. قلت له مره واحده كنت طلعت نفسك. قال لي هنساعدك وهقول لك ازاي، بس انت توافق انك تساعدنا. قلت له طبعا هوافق. قال لي خلاص اعتبر نفسك حر. وعدى وقت كبير قوي، وجه وقت العفو على جن في السجن، والجن جه سلم علينا كلنا وطلع. بس اللي طلع كان انا مش هو. انا اتشبهت في صورته قبل ما اطلع للحراس، وطلعت مكانه. ان اتشبه باي حد دي ميزه عندي، لاني ابن الملك، لان اي جن مسجون ما يقدرش يتشبه، لان الميزه دي متاخده منه طول ما هو في السجن، متاخده منه. اول حاجه فكرت فيها ان هربهم من سجن القارع، وكان اتفاق معاهم انهم لو هربوا هيكون في عنف وفوضى في المملكه. وهنا رجعت الارض، بس كنت على صوره احمد صاحبي عشان ميمون ابو نخ ما يشوفنيش ويعرف اني هربت. وهنا جمعت الجن من تاني اللي ولاؤه ليا، وقلت لهم انتوا معايا ولا ضدي؟ كلهم قالوا احنا معاك. وطلبت منهم انهم يهاجموا حرس السجن، سجن القارع، ويهربوا كل المسجونين. قالوا لي بس دول خطر جدا على المملكه. قلت لهم انا بس اللي امر، وانتوا تنفذوا امر المطاع يا ملك. قلت لهم انا عايز كل اللي في السجن يبقوا احرار. وفعلا كل الجن اللي كان تحت امري هاجموا السجن وهربوا كل المساجين. وجالي جازول وشكرني، قلت له انا عايز المملكه تبقى فوضى، العنف في كل حته. حصل، ونزلت المملكه وليت الملك قدامي. انت بقى صعب السيطره عليك. قلت له كلامك ممكن يبقى صح، اصل انا ابن الملك، ابن ميمون ابا نوخ. وجهت ليه ضربه وهو ردها لي، ووقعت جسمي كان كله مكسر زي ما يكون جبل عليا. وهنا حضر قاضي الاضافه هشام هاروش. انا احكم عليك بان كل القوه اللي في جسمك هتروح وترجع انسي من تاني، انسي وبس. والملك قال للقاضي قرار سليم، والفوضى اللي في المملكه هتخلص، وده عهد الوعد مني. وليت نفسي في الشقه وجسمي كله هلكان من التعب، وخسرت كل حاجه، امي وابويا اللي ربوني، وامي اللي قتلتها، وابويا اللي حاربته. الشر بقى فيا واتملك مني، ولكن دلوقتي وبسبب الكتاب خسرت كل حاجه، وبقيت ضعيف لوحدي في دنيا معرفش مستقبلي ايه فيها. ادعوا لي. يا رب تكون القصه عجبتكم، وطبعا القصه دي من خيالي، وباكد تاني من خيالي، ويا ريت مفيش اي حد يفكر يعرف كتاب سحر او كتاب تحضير، اقسم بالله هتخسر دينك ودنيتك. اديني بحذر، وحطيت احمد حجاج في دور صاحبي احمد، واشرف شاهين في دور صاحبي اشرف، وده عشان عملوا شير كتير قوي، ويا احسن ناس في الدنيا الشير الشير الشير. في ناس كتير منكم بتقول لي انت مظلوم ومش واخد حقك، طب ساعدوني، ساعدوني واعملوا شير، لان فعلا اللي بيحبني وعايز القناه تكبر يعمل شير كتير، وطبعا كومنت ولايك. ويا ريت كل الناس تخش صفحه القناه على الفيسبوك، هتلاقوا فيها فيديوهات المحذوفه وكل اخبار القناه، ده طبعا غير البوستات اللي بتهلك من الضحك وهزارنا مع بعض. يلا كل يخش الصفحه يعمل لايك، هستناكم، بحبكم.